الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. قالت اللجنة المالية النيابية إن الطعون التي تقدمت بها الحكومة لدى المحكمة تجاه بعض مواد الموازنة لم تكن مبررة. وأضاف عضو اللجنة أحمد حمى رشيد أن الحكومة ربما فسرت المواد المعدلة بشكل غير صحيح، مشيرا إلى أن أي تعديل بفقرات الموازنة لن يصب في مصلحة الحكومة، كما أن تشريع موازنة العام المقبل خلال الدورة الحالية هو أمر مستحيل مع قرب الانتخابات. قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في كردستان العراق حظر استيراد محصول الطماطم، وذلك دعما للمزارعين في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية. ووفقا لكتاب صادر عن الوزارة، فإنه لدعم المنتج المحلي لمحصول الطماطم، وخاصة في قضاء بنجوين تم حظر استيراد طماطم من تركيا وإيران. وكان عدد من المزارعين في قضاء بنجوين قد خرجوا قبل أيام في تظاهرة مطالبين بإيقاف استيراد الطماطم لتسويق منتجهم في الأسواق المحلية في كردستان العراق. وأعلنت وزارة الزراعة في شهر آب الماضي السماح باستيراد 5 محاصيل زراعية لانخفاض إنتاجها محلياً. قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إن سياسات العراق النفطية ستتغير الشهر المقبل بالإعلان عن تخفيضات حادة في سعر خام البصرة الخفيف مقارنة بالدرجة المتوسطة السعودية. وأضافت الشبكة أن وضعية الأسعار في العراق ربما توصلوا إلى أن التخفيض ضرورة لتلبية السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن الفجوة السعرية المتوقعة بين خام العراق وخام السعودية قد تتسبب في انخفاض أسعار النفط، وستكون الحكومة العراقية هي أكبر الخاسرين في هذه الحالة. أكدت صحيفة إيكونوميست البريطانية أن متوسط كلفة نقل حاوية كبيرة تجاوز 10,000 دولار، وهو ما يمثل 4 أضعاف السعر العام الماضي. وأضافت الصحيفة أن قطاع الشحن البحري يشهد عام 2021 أزمة غير مسبوقة بعدما جنحت سفينة إيفر جيفن العملاقة في قناة السويس خلال شهر آذار الماضي، وعطلت الملاحة لعدة أيام، وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة الشحن البحري بالتزامن مع توقف نشاط العديد من شركات النقل بسبب جائحة كورونا. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي قريبا من أعلى مستوياته في 3 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية. هذا وسجل الدولار أعلى مستوى مقابل اليورو في 3 أسابيع عند دولار و 1765 بالسنت لليورو الواحد، مدفوعا بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي أعادت إذكاء التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش ارتفاع نمو اقتصاد تركيا هذا العام من 7.9 إلى 9.2%. وقالت الوكالة إنه على الأغلب أن تشهد تركيا في العام 2021 أعلى نمو اقتصادي في العقد الأخير، مرجحة تراجع نمو اقتصاد تركيا إلى 3.5% للعام 2022، ومن ثم يعاود الصعود إلى 4.5% للعام 2023، في حين خفضت فيتش توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي من 6.3% إلى 6% للعام الحالي. ختام الموجز، إلى اللقاء.